السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في قناة تداول العربي، أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد والذي نتكلم فيه عن سهم شركة المراكز العربية. اسم التداول سهم المراكز رقم 4321 في سوق الأسهم السعودي، سعر الإغلاق اليوم 29/8/2021 ميلادية الأحد 25 ريال و10 هلالات، بارتفاع حوالي أكثر من 2% عن سعر الإغلاق السابق. الآن بالنسبة للتوزيعات، آخر توزيع كان بتاريخ استحقاق بيوم 1/7/2021، تاريخ الإعلان 28/4. طبعا هذا التوزيع الثاني في 2021، الاستحقاق الأول كان بواقع نصف ريال في 4/1/2021، هذا الاستحقاق ل 1/7/2021 كان بربح 75 هللة لكل سهم، 75 هللة استثماريا، يعني 75 هللة إذا كانت نصفية بتكون جيد، لأن 1.5% من 25 يعني ضرب يعني 6% بكون سهم ممتاز ممتاز، يعني بوزع أرباح ممتازة بصراحة إذا كان التوزيع نصفي ومستمر ودوري، يعني لأنه حوالي 6% من أفضل الأسهم للاستثمار في السوق السعودي. الآن بالنسبة لأداء إعلان عن أداء الشركة، طبعا ما في عن الفترة الثلاث أشهر يعني الربع الثاني 2021، إعلان عن الأرباح الربع الثاني 2021 صافي الربح والخسارة أكثر من 126 مليون ريال سعودي مقابل حوالي 153 مليون ريال سعودي في العام في الربع الثاني من العام 2020. إذا أرباح الربع الثاني 2021 أكثر من 126 مليون ريال سعودي، أرباح حققت لكل سهم في النصف في الربع الثاني 2021 حوالي 27 هللة مقابل أرباح كانت حوالي 32 هللة في الربع الثاني 2020. هذا ربحيا يعني اكثر من ريال للسهم في على مدار العام، يعني واحد ريال للسهم ضرب أربعة، طبعا تحكي عن حوالي 4% ربح محقق صافي لكل سهم سنويا، وهي نسبة جيدة جدا. اما اذا جينا للتوزيعات، التوزيعات حوالي 75 هللة، التوزيعات لما تكون 75 هللة كما ذكرنا فهي يعني توزيعات بصراحة ممتازة، 75 هلله، لانه اذا انها نصفيه، لانه 1.5 ريال عن السنه وسعر السهم فقط 25، بدك تضرب 4 يعني 6%، يعني سهم ممتاز استثماريا بصراحه، لكن بشرط الاستمراريه في التوزيع. من افضل الاسهم بصراحه حاليا سهم المراكز للاستثمار في السوق السعودي. طبعا هذه ليست توصيه بهذا السهم وليس التنفير من اي اسهم اخرى، انما تحليل استثماري فقط للسوق لهذا السهم. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.